يو كنيدات، كده لاباس عليكم بخير. مرحبا بكم في فلوق جديد. من فلوق ديت انا كنت كنلبس حوايجي، كنت باغا نخرج باغا نمشي للسوبر مارشي. صراحه كان خاصني شي حاجه ديال التقضيه، هزيت هاد الساشين تقطع فيه، درت فيه بسطام السوات واللعبات وصافي. المهم خليكم معايا تفرجوا في هاد الفلوق ونتمنى يعجبكم. مهم البنات، هنا كنت جيت لهاد سوبر مارشي. صراحه كان خاصني غير السنيده، جيت على قبلها ما بقاتش لي وكنت محتاجاها ضروري ضروري. مهم دخلت هنايا هاد سوبر مارشي، معروف لانه فيه الديسير والخضره رخيصه بارابور سوبر مارشي الاخرين. راه ديجا كما شفتو في الاول سميتو فاميلا، فيه فريمون لي شوا ديال الديسير زوينين. بون خليكم معايا شوفوا داكشي اللي غناخذو.
ما تفكرت بلي حتى دانون السوس ما بقاش عندي، كان خاصني شي دانون ناتشور يكون مسوس على حساب واحد الكاطو كنبغي نصايبو. سو خديتو حتى هو من هنا، ودانون فاني حتى هو على حساب الكيكه حتى هو تفكرت عاد خديتو. هنا البنات كنت بغيت الخميره ديال الحلوه، مي دوماج ما لقيتش شي وحده اللي زوينه، وكنت كنقلب هنا على السميده الرقيقه حتى هي على حساب الحرشه. بون لقيت غير واحد لاماك صراحه، اول مره غادي نجربها، غنشوف واش زوينه ولا لا. هي هادي، مي دوماج كل باكي كيكون فيه 500 غرام نص كيلو. عاد ابخي رجعت خديت وحده اخرى حيت هنا ما رديتش البال بلي فيها نص كيلو. هنا البنات واحد لو شوا ديال الشوكولا صراحه، يعني فريمون كاين كلمه تختاري. دابا هاد لا سيزون ملي كيقرب راس العام كيحطوا بزاف ديال لي شوا ديال الشوكولا، وحتى الثمن كينقصوا فيه بزاف.
هنا البنات كنت بغيت نوريكم واحد الجلد واش ريحته كتحمق اللي كتعجب الريحه ديال اللوز فريمون. هذا ريحته واعره واعره زوين وريحته صراحه كتحمق. وغنوريكم حتى واحد شامبوان هذا الا لقيتوه خذوه. انا كناخذو هو والديميلور ديالو وكناخذ حتى الماسك هذا جيليس وسورتو هذا الكحل فريمون فريمون كيخلي الشعر رطب. انا كندير الشامبوان ديالو وكندير معاه سوا مره الماسك سوا مره كندير معاه الابري شامبوان صراحه فريمون زوين. وصافي هنا جيت خديت واحد القرعه ديال الماء ابري خديت واحد العصير زوين صراحه عصير في زيرو سكر ما فيهش السكر ولقيتهم دايرين فيه واحد لوفخ زوينه فريمون ناقصين فيه اكثر من 50%. صافي خديته ومشيت باش نخلص لاكيس. هنا فاش خرجت كان بدا كيطيح شويه الظلام وانا نشكر واحد الحاجه بلي اصلا السكر اللي جيت على قبله مازال ما خديته وانا نقرر نمشي لواحد سوبر مارشي اخر اون فاس لي صراحه مقابل معاه. صافي خديت اصلا هنايا فاش كنت باغي ناخذ السكر ما لقيتش هذاك اللي بغيت وصافي ما بقيتش قلبت عليه. هذاك السوبر مارشي الاخر اللي اون فاس لي هو اللي مشيت لي غناخذ منه.
هنا فاش خرجت كان ديجا ظلام الحال، كان صافي طاحت الظلمه. سوبر مارشي تاني خديت غير هذاك السكر كيما شفتو في لاكي، صافي خديتو غير هو بوحدو صافي. نتمنى البنات الدويره تكون خفيفه عجباتكم معايا. المهم دويره خفيفه وصافي في السوبر مارشي، كي تقديت غير شي حاجه قليله اللي خاصني دابا محتاجاها صافي. نتمنى هاد الفلوغ ولا هاد الفيديو تكون عجباتكم.